الرب قال ان نسل المرأة سيسحق رأس الحية. ايه ليه رأس الحية؟ لان رأس الحية فيها السم، وده السم القاتل اللي بيكون في الرأس وفي الأنياب بتاعتها وفي الكيس اللي بينزل لما يضغط وتنزل السموم وتموت الفريسة. والحية بتموت لما بتقطع رأسها أو بالزبط. يكرش بتسحق رأسها. بالظبط كده. لكن الكتاب بيقول وأنت تسحقين عقبه. يعني إيه؟ يعني نسل المرأة اللي هو الرب يسوع لازم يموت على الصليب علشان يسحق رأس الحية. أمات بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. فالرب يسوع عشان يسحق رأس الحية لازم عقبه يسحق، بمعنى أنه لازم يجتاز في الصليب عشان يعطينا حياة جديدة. فدي أول وعد بمجيء المسيح المخلص، الوعد المسياني أنه بشكل واضح رح يجي من نسل المرأة. يس. بركة لكل الأمم بالتأكيد. وأنه الحية هنا اللي تمثل الشيطان سيسحق رأسها بالموت اللي هيموته الرب يسوع وقيامته من الأموات. وانت عارف حتى السيمبل بتاع الناس الصيادلة، كاس ورأس الحية محطوطة تحتيه. أيوة. ده للدواء، انك بتسحق رأس الحية. نعم. فدي الفكرة العامة يعني. فالوعد ده من اهم الوعود، وبعد كده الرب هيوضحه اكتر، انه ده هيجي من نسل ابراهيم، من نسل اسحاق، من نسل يعقوب، من سبط يهوذا، من بيت داود. هيتضح الوعد عبر شرح الكتاب المقدس بعد كده.